بسيطة وعملية وناجحة. هكذا هي أعمال فونيكس ديزاين، وهي أدوات يستخدمها معظمنا في الحياة اليومية. أنشأ شركة التصميم هذه توم شونهير وأندرياس هاوغ المولعان بالأجهزة التي تستخدم في الحياة اليومية. نحن نهتم بالفعل بأدوات الحياة اليومية، ونرى أن بإمكاننا تطويرها حتى تكون الحياة أسهل. يجب التفكير بجدية في التغييرات التي أدخلت على الأدوات اليومية وجعلتها مفيدة أكثر، كما يجب التأمل في جدوى تلك التعديلات وما نتج عنها من تغييرات في طريقة التعامل معها ومن أساليب جديدة في الحياة، فذلك يفرز وظائف مختلفة ويفرض تصاميم جديدة. طور المصممان الدوش وأعطياه معنى مختلفا، إذ صممت شركة فونيكس ديزاين رأس دوش كبيرا بدلا من الصغير، فيشعر المستحم وكأنه تحت المطر. وفازت بعدة جوائز أيضا شاشة التلفزيون المسطحة من صنع شركة لوفيه. كل ما يصممانه من نماذج يحظى باهتمام الشركات الشهيرة، شعارها التركيز على الجانب العملي وسهولة الاستعمال والإبهار. الإبهار هنا هو الإعجاب بأداة معينة وتفضيلها على غيرها، وربما البقاء وفيا لها في حين نتحاشى أداة ثانية ولا نحب استخدامها إلا عند الضرورة القصوى. المقصود أيضا بالأداة الساحرة هي تلك التي نستعملها سنوات طويلة رغم قدمها. تجمع الرجلين منذ 24 سنة رؤية التصميم العملي والصلاحية لكل زمان ومكان، وفي تلك الأثناء أصبح لديهما فريق يضم نحو 30 موظفا، مهمتهم تصميم الجديد وتطوير الكلاسيكي كهذا الصنبور. يقبل علينا باستمرار موهوبون من الجيل الصاعد، حاملين إلينا خواطر وأفكارا إبداعية جديدة. وأنا أرى أن تلاقي هذا المد العفوي من الأفكار الإبداعية مع خبرتنا المكتسبة يثمر ابتكارات جديدة ويعطينا زخما جديدا. عادة يتناقش الفريق حول عدة أفكار معروضة إلى أن يجمعوا على رأي واحد، وحاليا يتناقشون بشأن معدات تقلل من عناء الوقوف، فقد أصبحت الشركة تصمم أيضا أثاث المكاتب. بدأ بالفعل تصميم أنموذج جديد ويمكن تجربة 10 نماذج قبل بدء الإنتاج. تصنع النماذج المختلفة بعناية فائقة، وذلك بواسطة الفلين الأبيض أو الخشب أو الألومنيوم. أدخلت هذه الشركة الكائنة في مدينة شتوتغارت الألمانية تحسينات على معدات طبية أيضا، وصممت مؤخرا جهاز علاج من الرجفان في غاية الأهمية. التصميم لا يهم المريض بقدر ما يهم المعالج، فالجهاز الجديد عملي ويساعده على أداء وظيفته ومزود بمشغل معلم بوضوح شديد، فلا تحدث أخطاء. وهكذا يواصل المصممان تطوير أدوات حياتنا اليومية، وقد تم تكريمهما مؤخرا من قبل الحكومة الألمانية اعترافا لهما بالجميل وتكريما لمسيرتهما الطويلة. عمر أحدهما 57 عاما والآخر 65. سعدت طبعا بذلك، لكني لا أحب سماع كلمة مسيرة وكأني في آخر الطريق، فأنا ما زلت في عنفواني، لكني أرحب طبعا بهذا التكريم. لسنا من المصممين المشهورين الذين غزت أسماؤهم الأسواق، لكننا نستقي نجاحنا من جودة تصاميمنا وعملنا المثمر، ويكفينا ذلك فخرا. لقد أسمي شركتهما فونيكس نسبة إلى الطائر الخرافي الذي يحترق ويتحول إلى رماد لينبعث من جديد، وذلك في إشارة إلى أهمية العمل الدؤوب. فمعنى الحياة في رأيهما يكمن في مواجهة التحديات اليومية.